فتك على غفل تفت نقي الحيط احمر تحسبه كاميرو ولا كرب هي بصا غاديكي تاخي ثم الطفله راكده من بحذا العين شفت كيت لفتت الطفله قلت حريق بدات تعيط قلت مدام ثم حريق وهرب بنوي قعدنا نحن بنوي الطاب تبدا تعيط كل شيء هربنا حلينا الباب مشينا دقينا على القايم الباب حلت لينا قعدت نوف بجنب باش تعطي المفتاح عطتها القايمة حلت لينا القايمة بدات تبكي الأخرى حلت لينا الباب ونحن بدينا نعوق كل شيء بنوي تخيف حلت لينا الباب وهربنا للكور قعدنا كيكة يجي نص ساعة وجت القايمين بتاع الانتية الكل البنات اللي توفوا اسمهم رحمة سعيد وسرور هيشي يقروا تويسع يرقدوا بجنب يعني الحريق الطفلة الأخرى ماتت يعني ماتت تأثرت على التدخين متاع الواحد والأخرى تحرقت أنا راقد محسوب مع حكاية الحال الكارثة وقعت العشر ونص سمعت نصف الليل ونص كلمني مواطن بالتليفون قال لي يا أخوي شوف تفقد شكون عمو عندك يقرا في الليسي تفقد بنتك قلت لي خويا انا ما سمعتش ما اش ندير حتى على شيء وما عندناش لا كرهبه ولا حتى شيء استمترت ربي وقعدت الصباح قعدت جيت للليسي خمسة متاع الصباح جيت لهنا كاين نجم نقولك جيت على ساقي مفجوع على بنتي جيت لهنا كاين نلقاها بنتي في الوكيل يرحم والديه في داره هو نلقاه الوليات كل نلقاهم فهمت الله مفجوعين وانا مفجوع نلقاها حفيانه وعريانه وراسها عريان خارجه في 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 دمشات نتاع عين النوم هزيتها روحت بها انا تو بنتي قلت لك الدنيا ظلمه قلت لك وقت ما فقت تلفت يعني برقعت هي فهمت لا فقت من نوم حالت عينيها قلت لك نشوف روحي كاين في الشارع السمي باش يدخل فيه قلت ثبت لقيت ترتوار شاعر ماص نتاع ضوء في الحيوط البنيات الاخرين قلت كل طيح الدنيا ظلمه الترتوار ظلمه مقصوص الضوء اللي طيح طيح من فوق السرير انا دخلت للليسي عام 81 وقريت في الليسي وقت اللي كان ليسي واحد وكان تقريبا المؤسسه الكبيره في معتمدية تالا وفي المعتمديات المجاورة عليها هذاك الدرتوار اللي تحرق هذاك بالذات أنا رقدت فيه وأنا تلميذ في البريود هذيك متاع 84 85 حتى 86 فهمتني وتقريبا نفس الظروف ونفس الارشيتكتور ونفس اولا بالعكس الدروج توا ما هيش مزلزة قبل كانت الاخر مزلزة فهمتني الواحد معناها الوضع يمشي نحو من السيء الى الأسوأ انا خدمت فيه لسيدي عملوه لصلحنا مع جماعة الكترسية ومبقى وليت ما خدموش يعني الترتوار ما دخلوش ليهم ما خدموش وما شافوش بكل دجا تو عندها عامين الحكايه خدمة خيوط لهنا كاين قاعده عريانه خيوط قاعده عريانه نتاع الضوء هذه عندها حكايه عامين احنا عم ناول طالبنا بتحقيق في الصفقة برمتها لأنه مش معقول ثمانية قاعات يتكلفون بما يقارب المليار وقلنا نحدوا وحلوا تحقيق جدي ومسؤول ونزيه وخليني نشوفوا كل واحد يتحمل مسؤولية في نفس الوقت نبهناهم وقلنا لهم راكم إذا كان ما كومش باش تدخلوا بشكل عاجل راهو بتصير لنا كارثة هذه ناس ما تحبش تتحرك وما تحبش تفتح الملفات الصحيحة وما تحبش تعالج الملفات معالجات جذرية الفساد في الصفقة في حد ذاتها بين المقاول وبين الأطراف اللي موجودة في الإدارة الجهوية أو في الوزارة ما عادش نجم نحط بنتنا في الترتوار كمن هك وهي ما عادش نجم هي كتشوف الحالة هذيك ما عادش نجم ترجع للترتوار لا ما نرجعهاش على خاطر إلا ما يطلعوا لنا كار تعود تقرأ وتروح ما عادش تبيت هنا